أحسن الله إليكم. يقول هذا الفاضل أحمد: أنا سوداني وأحب الشيخ صالح، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء على نشره للعلم الشرعي. سؤالي لفضيلة الشيخ: أنا أعمل مزارع، فإذا كان حصادي لا يغطي حتى ديوني وعلي ديون كثيرة، هل علي إخراج زكاة؟ نعم، الزروع تجب فيها الزكاة ولو كان عليك ديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من المزارعين وأصحاب المزارع ولا يسأل هل عليهم ديون أو لا، هذا مال ظاهر يأخذ الزكاة منه. نعم.